وهذا هو الطبق كما بغيت نتوما. المهم انا غير كفكره، اشنو درت معاه؟ لا تجيني شي اسئله، اشنو قدمتي معاه؟ اي حاجه بغيتو تقدموا معاه تقدموها، سلطه بارده سخونه، خضار اللي بغيتو. انا رافقته هنا بسلطه ديال الروز بماي السطون وخزو وكورنيشو، وهنايا فليفله، هنايا البصله العاديه ديال البصله الخضاريه، البصله الطويله والخيار ومطيشه والبصله، صافي. وهذا هو الشكل النهائي ديالو بالطبع الحامض. اذا كتجي اكله زوينه في ساعة كيطيب وصحي، ونبدلو شويه كنا بنديرو حاجه. اذا ها هو كيجي زوين، وهاد الريحه ديال الزير حتى هي كتجي رائعه. اذا كان هذا هو الطبق ديال اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم. ما كانش كيبان ها هو. اذا كيجي زوين، ما تكتروش عليه العافيه بزاف، ما تكتروش عليه العافيه، وراه في ساعه كيطيب وبلا ما تكتروا عليه الاقامه. اذا كيجي بحال هكا على هذا الشكل. اذا كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وقول لي انتم كيفاش كطيبوه. ممكن كان ندير لاصوص ديالو، ولكن انا اليوم ما درتش لاصوص. اذا نخليكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم يوميه بدون جلوتين صون غلوتين. كما كتشوفوا معايا السلمون ظالم، بالله كنقولوا حنايا بالهولنديه، راه معروف بالفوائد اللي فيه، والفوائد والفيتامينات الاوميغا 3، فيه بزاف الزيوت النافعه. المهم خديته غير شللته شويه بالماء. شي مره كيكونوا فيه هنايا القشور، هذا ما فيهش، تشوفوا هنا بان القشور ما كاينينش، ها هو كندوز عليه يدي ما كاينينش. اذا صافي درت هذه كتسخن. هو هذا النوع ديال السلمون ديال الحوت ما كيبغيش كثره الاقامه، وحنا الحوت كنبقاو نكدروا فيه الاقامه ونديروا فيه سميتو بزاف الاعشاب، وهذا حتى كيفقد القيمه الغذائيه وكيفقد سميتو كيفقد شغنقول لكم المذاق ديالو. انا غنرشو بشويه ديال الملح، شويه الملح بحال هكا. ممكن ديروا البزار ممكن لا، انا غندير واحد شويه ديال البزار حتى هو، غير شويه فقط، صافي. غادي ندير هنا قليل من الزيت، هذه راها غير لاصقه ولكن كثرت، ما كانش خصني ندير هذا الشيء كامل، صافي. وغادي نحطوه هنايا بسم الله. نخليه بعد دقائق ونقلبو تاني من بعد على الجهة الأخرى. صافي تسنيت عليه واحد شويه، دابا غادي نحاول نقلبو.
عندي واحد العريشات ديال الازير، هناخدهم بحال هكا. ريحه زوينه عطات ديال الازير والسلمون. دابا غادي ناخذ واحد شويه الحامض، حامض اللي بحال هكا، ممكن هاد العيدات تاهم من اليوم هكا. صافي هو في ساعة كيوجد، ها هو دابا غادي نديرو في الصحن ديال التقديم ونرجع معاكم. وهذا هو الطبق كما بغيتو نتوما. المهم انا غير كفكره اشنو درت معاه، لا تجيني شي اسئله اشنو قدمتي معاه. اي حاجه بغيتو تقدموا معاه تقدموها، سلطه بارده سخونه خضر اللي بغيتو. انا رافقته هنا بسلطه ديال الروز بماي السطون وخيزو وكورنيشو، وهنايا فليفله، هنايا البصله العاديه ديال البصله الخضاريه، البصله الطويله والخيار ومطيشه والبصله. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديالو بالطبع الحامض. اذا كتجي اكله زوينه في ساعه كيطيب وصحي، ونبدلو شويه كنا بنديرو حاجه. اذا ها هو كيجي زوين، وهاد الريحه ديال الزير حتى هي كتجي رائعه. اذا كان هذا هو الطبق ديال اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم. ما كانش كيبان ها هو، اذا كيجي زوين. ما تكتروش عليه العافيه بزاف، ما تكتروش عليه العافيه، وراه في ساعه كيطيب وبلا ما تكتروا عليه الاقامه. اذا كيجي بحال هكا على هذا الشكل. اذا كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وقول لي انتم كيفاش كطيبوه. ممكن كان ندير لاصوص ديالو، ولكن انا اليوم ما درتش لاصوص. اذا نخليكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله.